أبدا خلاص. الله أكبر، هشام أكبر، هشام أكبر، صحفي حر، هشام أكبر، صحفي حر. سي عمد تبون قالوا عويم، قالوا عويم، ويرفد الصباط وقولوا رفد الصباط خوبشي ما بقات معك عشرة. فاق على روحو باللي مدمر، معلوك ما كان والو، شي ما تخدم في البلاد، شي ما تخدم، حاسين ما دار والو، بلاد تمشي وتغرق. عيا يكذب، عيا يكذب، زاد ذب من رقها بعد على الساحة الدولية. الراجل راهو قريب يتلف، تبون قريب يضرب فيها ديبريسيون، حالة واحدة، حرب دولية، حرب جا، كذا، ضرب فيها ديبريسيون. كي جا يبرا شوية زادتو النكبة تاع نيويورك، راهو يشوف باللي من كل رؤساء الدول، من كل رؤساء الدول، بايدن استثنى تبون معرضوش للحفل اللي داروا على شرف رؤساء الوفود المشاركة في الدورة 78 لجمعية الأمم المتحدة. احنا سي راس قالوش علور باش يفكر عاد ندير تغيير حكومي. باش ندير تغيير حكومي قال كذا ايمن بن عبد الرحمن طرح فتاوى كذاب، هاي كثر من كذب وكذا من نار يكذب عليه، كي هو ماهوش يكذب، كي هو ماهوش يكذب. ايمن بن عبد الرحمن ما عندوش شخصيه، كي هو عنده شخصيه، هذا يعني الشيء اللي خلاه يدفع فيه باش يدير التغيير الحكومي، ينحي ايمن بن عبد الرحمن، بشكون يخلف؟ يخلفوا بهذا، هذا شكون؟ هذا يقولوا علي عوم، هذا علي عوم. طبعا لما بدولو الجهاز الأمن قالوا شوفوا لنا عليه هذا السيد واش يكون، ضربوا صابوا السيد مزيف في السي في ديالو، السي في هذيك السيرة الذاتية تاعو مزيفها. الضباط اللي في مديرية الأمن الداخلي اللي كلفوهم باش يبحثوا في الملف تاعو ويجيو باش يحطوه، كان بكري كانت لابيليتاسيون، ما عادش يديروها، ولكن على الأقل قال استنى سقسي عليه، لأنه يعني عليه أونكيت، شوف خلصوا لنتيجة أنه راح يكون على رأس الجزائر، على رأس الحكومة الجزائرية، الوزير الأول علي عون محابسي. أنا عندي بويس ضربات، عليا إيه محابسي، ضرب عني الحبس. وين باش ضرب عني الحبس؟ في قضية خليفة، كان مدير صيدار ذاك. هذه حكاية عمي الحبس ما اذكرهاش في السنين ديالو، عمي ما قالش وين راح، ولكن اكثر من هاك هو انه في السيفي ديالو يحط لي فورماسيون ديبلوم باركور بروفيسيونيل ديالو، سمعت حساب مهني. ومن فترة 2009 إلى 2022 ما يقولش فين كان، يحط كان كونسلتان اون اورغانيزاسيون اي جيستيون دو لونتربريز،
من 2007 ل 2000 و تسعة، من 2009 ل 2022 نقش الكونسيطو نور دي سو جيستيون دو لونتربريز، مي من 2007 ل 2009 هو يحط 1995 إلى 2008 مدير عام جروب سيدار. يضرب بالنحلة العامين حبس اللي دارهم في قضية الخليفي. هذا الجلالة الثاني من سبتمبر 2022 المارس 2023 لما عينوه وزير الصناعة الصيدلانية في مارس 2023 إلى يومنا هذا. سي عون وهذا الشيء اللي ما يقولوش في السي في تاعو اللي حطوا في الموقع الالكتروني تاع الوزاره اللي هو على راسه. سي عون كان هذه ما تصدقش، كان امين عام لمؤسسه ETRHB. مش تعيشكون ETRHB يعني لما خرج من الحبس ما رجعش لصيدلة، اداها علي حداد ودار أمين عام للمؤسسة تاعو للمجمع تاعو ETRHB. هذاك اللي خلنا بعلي حداد، علي حداد راه في الحبس، واللي كان الحاكم اللي كان يسير خدمة في الجروب هذا المجمع هذا ما كلاش كلا معه، حتى وإنه كان في البداية باش إنصاف بعد باش ما يظلمش علي عون على حسب ما تبعت أنا المحاكمة تاع قضية خليفة كان مظلوم، كان مظلوم وما داش دور اللي داه من عند خليفة داه الصيدلة. خلى شركة الصيدلة هي شركة عمومية اللي كان هو مدير عام على رأسها استفادت، على الأقل كي سرق وكذلك دراهم راه يشمل القطاع العام، ما داش ليه، لأن كان بزاف ناس ظلموا في قضية الخليفة، وناس اللي من المفروض يدخل الحبس ما دخلوش، كما تبون، تبون هو يستعرف أنه خذا 26,000 أورو من عند الخليفة هو، وكان عنده بطاقة جولدن، بطاقة ذهبية، كارد كريدي يصرف يعني كيما يحب بلا ما عنده حساب بنكي في خليفة. كيما شفتو انت واحد ما عندوش حساب بنكي روح تعمل اي بنك يقول ما عطوني كارت بنكي، ما عندك دراهم يقول لك ما عندكش كارت بنكي، ما عندكش كارت كريدي، تعرف ما عندوش كارت فيه مدي كارت جولدن شكون؟ كان مسفر منه خليفة، إنه مع عودة بوتفليقة سي تبون عاد إلى الحكم وزير، وزير عن بوتفليقة، دونك القطاعات اللي فيها لازمو يخلي خليفة يستفاد منها. القضية اللي راهي مطروحة الآن على مستوى الفريق اللي راه قاعد يحقق على في جهاز الداخلي
انه هذا عون اذا تعين ويصير اول رئيس حكومه لا راح يكون هو المجتمع الحزب اللي عنده الاغلبيه في البرلمان. هذه نقطه ثانيه. السيدة لحتى وين تخلي الحبس ظلما يبقى ممكن حبس نسينا يعملوا رياليتاسيون كما داروها الجنرال حسن. كمل الخمس سنين ديالو وخرج كمل ومن بعد قالوا ارواح يا سي حسن دير طلب انك تكسر الشرع. دار طلب كسر الشرع في سمانتو ردوا له قالوا راك براح ويعوضوا لك بخمسين جزء في الحبس. هاي راك باراء هي ما لا باراء لا وين وما كل بشرية في باراء. من المفروض يديروا العام نفس الشيء وكان بزاف ناس يسرقوا معاه ما يعرضوش يجوا قضية خليفة. إذا رجعوا قضية خليفة عندك البون داير لقيت صالح قبل ما يموت وباش يصف في الجماعة قال لهم عادوا يفتحوا كل الملفات ما فيها قضية الخليفة لأنه على بالهم باللي كان بزاف ناس اللي جالس ما خلصوش كلاهم لا ما خلصوش وناس ما كلاوش وخلصوا. دونك وعلاش دونك تجيب هذا عام وعلاش التغيير الحكومي تبقى لك عام وثلاث شهور شنو مد اللي ما درتش في 4 سنين راح نديرو في عام وثلاث شهور اللي ما قبلتش نديرو في 4 سنين راح نديرو في عام وثلاث شهور. من المستحيل لانه الخلل ماهوش في اي من بن عبد الرحمن الى في عون الى غيره لانهم كلهم رديئين كلهم شياتين كلهم منبطحين للعسكر ولا واحد قادر يسير البلاد بكفاءة يسير البلاد بعيدا عن ضغوطات العسكر وعن إملاءات العسكر وعن إملاءات البوليسية والجندارمية. هذا التغيير الحكومي اللي باغي يديرو تبون ما راح يدي حتى النتيجة. داير اسكو راح يوافق له عليه شنقريحة اسكو يوافق له عليه اذا ما وافق له شنقريحة ما يقدر يدير والو. ومن المفروض المستشارين ديالو يقولوا يا ولدي راك تضيع في وقتك إذا حبيت دير حاجة كمل بهذا ولونسي دي بروجي لونس دي بروجي سبحان الله دو تو دي بروجي اللي كاين كونسي غير هذاك تاع لا سيتي دي ميديا مدينة الإعلام الاتصال تاع صحافة البذور هذا البروجي الوحيد اللي لونسها لونسي دي بروجي تاع شريك تاع مصانع تاع كدا. اسمع كانوا عندنا بكم نصنعوا الفريجيدارات نصنعوا الراديوات نصنعوا الالكترونيك نصنعوا كل شيء نصنعوا لي كوستيوم نصنعوا لي توني دو سبور يعاود عليك شركة مصنع عاد يلونسيهم على الاقل هات كي تجي رايح انا خليتهم يبنيو تدمرت كلش دمرت عائلات دخلت ولادهم بالحباس دخلت بناتهم بالحباس دخلت اماتهم وباتهم بالحباس. علاش؟ على خاطرش طالبوا بإقامة دولة ديمقراطية دولة مدنية ماهيش عسكرية يعني دولة تمشي بالقانون ما تمشيش بالأوامر. الفرق ما بين دولة مدنية ودولة عسكرية هو الأولى تمشي بقوة القانون الأخرى تمشي بقوة الأوامر. وبلادي تمشي بالأوامر خاصة لما الأوامر تصدر من ناس سراقين قتالين مجرمين جهلة تروح للحيط والجزائر راهي فيه سير دخلت الحيط وراهي
تفتح تزيد تدخل اكور نكتفي بهذا القدر و نزولا عند رغبة إخوان ما يتبنوش مليح بيا حتى تجاملنا بيا يعني مع مرة ديال المداخلة الفرنسية وكانوا حابين باش نتكلم على موضوع الشيء الفضيحة اللي دارها تبون في الأمم المتحدة دونك نجر عند رغبتهم انا ندير تسجيلين يعني دو فيديو دو سوجي نطرق الموضوعين باللغة الفرنسية الاخوان اللي ما يسمعوا دونك باغيين يسمعوا اللغة الفرنسية ليلتكم سعيدة اللي حابين يقعدوا معنا مرحبا بكم الله اكبر هشام عبود هشام عبود